السلام عليكم الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كدايرين وليداتكم؟ اموركم كلها مزيانه؟ عطله سعيده عليكم وعلى وليداتكم. اليوم البنات هذا نهار الحد، فانا خرجت في العشيه، مشيت تقديت من مرجان وجيت درت لهم عشاء خفيف دغيا لي بات بواحد الطريقه سريعه، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. طريقه جد سريعه. فاولا كنغلي الماء وكندير لي بات ديالي او سباغيتي، كنقطعها على جوج، كندير شويه ديال الزيت البلديه وكندير شويه ديال الملح وكنخليها تسلق. من بعد في كاسرونه كندير شويه ديال الصوص ديال المطيشه، كندير الثومه، كندير الزعتر، كندير الملح، الكمون والبزار، وصافي كنغلي ديك لاصوص وكنضيف ليها الكفته. صافي من بعد كنهزها، كتكون جاهزه، كندير فيها حتى زيت الزيتون، نسيت ما قلت لكم زيت الزيتون، وكتكون جاهزه معايا. فسريعه جدا هذه الوصفه، هذه كتكون سريعه ودغيا كتحضر فالوقت ديال الغفله اللي كيكون الواحد ما عندوش الوقت فيحضرها. وندوزو للمشتريات اللي شريت. الغزالات ديالي انا رجعت لكم عاوتاني باش نوريكم المشتريات اللي شريت من التخفيضات ديال مرجان، يعني البروموسيون ديال مرجان. فزربي ودغيا لان داكشي زوين بزاف ورخيص في المتناول، يعني ماشي شي حاجه غاليه، وعاد كيعطيوكم شي حاجه كيعطيوها لكم، يعني كيزيدوكم مثلا وحده كيعطيكم هذا، كتاخدي جوج، كتاخدي جوج بياسات كتاخدي الثالثه فابور، ولا كتاخدي وحده كتاخدي الثالثه فابور، كاينين دي بروموسيون زوينين. انا نحيد هذا الشيء من هنا ونبقى كنهز من الشبكه ونتلاقى ونوريكم. فخديت بزاف ديال الحوايج، والبنات صدقوني ما فاتش بزاف، ماشي زعما بزاف ديال الفلوس، 700 درهم بهذا الشيء كامل، وتقدر تشوف هذا الشيء زوين. الا الشوكولا اللي شريناها راه جاي من الخبز ديالي، لان بغيت فوق حاجة الدراري الشباب، شوكولا غالية البنات 195 درهم، وانا يعني بالك بغيت فوبر على وليداتو يفرحهم، غدا ليهم هذا، هذا داير 195 درهم، ولينا راه زوين، واحد الشوكولا واعر، شوكولا واعر، هذا كان كيجيبو لنا من فرنسا، ملي كيمشي لفرنسا كيجيبو لنا، وتهاوه الدراري وشرها ليهم. هذا زوين بزاف، منين ما تقولوا زعما 195 درهم غياكلوها بطاقة وحدة، كل نهار نعطيهم وحيدة، ما نضيعهاش، عرفتي غتكون فيها شي 50 حبة، ما نضيعهاش، عرفتي شحال 195 درهم، أويلي، أويلي راه بزاف. المهم ملي من عنده هو ماشي مشكل، ما تجيش من عندي أنا. هادو البنات، هادي أول بروموسيون، كاين الحليب. كتاخدي هيا كتاخدي ثلاثة كيعطيك وحدة فابور. هادو البنات الثمن ديالها في القطعة عقلة شي 27 درهم، باش كتاخدي هاد ربعة رخيص بزاف، لأن هو أصلا غير وحدة كدير 9 دراهم، يعني راه 27 درهم، يعني بحال حاسبينو لك ثلاثة 9 دراهم وحدة كيعطيوها لك فابور. وهاد الحليب هذا خطير البنات، خدو لوليداتكم، فهو جديد وكتجيبيه القهوة، منعاودش ليكم، رائعة رائعة رائعة. وعاد الحليب الشكلاط كيحماقو علي وليداتي، فهذه هي الحليب اللي كناخذ لولادي الصراحه، واخا هي شويه غاليه على الحليب العاديه، ولكن نزيدو شويه الفلوس ونتعو وليداتنا، نقصو من هذه ونزيدو في هذه. هادو البنات خديت هادو، هذه كاينه بروموسيون تاع هي، ما بقيت عقل على الثمن، وليني ما وصلش 10 دراهم، يعني تكون 9 دراهم 8 دراهم، يعني انا ملي شفتهم عجبني الثمن. نشوف دايرين هنايا ولا ما دايرينش. هذا ماكسيس، هذا ماكسيس زويون، وحده دايرينها جابيل ديال الحامض وحده عاديه، زوين هذا البنات ورخيص، يعني ماشي غالي، ماشي غالي بزاف، هذا جابيل بالحامض وواحد كيقول لكم عادي، فهذا رخيص، قلت لكم يمكن شي 8 دراهم ولا 9 دراهم، لا طول شي 9 دراهم. وهنايا هذا الحليب هذا خديتو ليا انا ليجي، فهذا البنات كناخدو ب14 درهم، دابا نقصو فيه الضو ب10 دراهم، زوين، وحليب غزال هذا، لأن هاد الحليب لي كيكون إكخيمي، الصراحة كيكون بحال كتشربي غير الما، مكيكون فيه شي بنة زوينة ولا شي حاجة، فهذا بعدا كيجيني شوية قريب للحليب العادي، ماشي بحال الحليبات لاخرين كيكونو غير الما والزغارد، هذا شوية بعدا كاين فيه شوية دروح. صافي خديت ثلاثة. هذا قلت لكم 10 دراهم، وقيلا ما وصلش 10 دراهم، ونتعود الفاصلة هذا، وإلا صبيت الثمن في شي حاجة سمحوا لي.
انا المرقه ضيعتها. هذا كريمه عقلي شحال هذا، هذا بقيت عاقله بعشرين درهم. هذا ما وصلش عشرين درهم، بقالش 18 درهم. هذا كتاخدي سبعه وكيعطوك وحده فابور، وراكم عارفين هذا وقيله 50 ريال الواحد ولا ماعرفتش شحال داير. المهم وقيله شي 18 درهم، لا بقى عقلي كينفعني 18 ولا شي 17. المهم ما فايتهاش مواصلات وقيله 20 درهم. هذه خديتها حيت كيعطوك وحده فابور، وعاد راكم عارفين المرجان كيكون ناقص الثمن. وهذه بروموسيون زوينه بزاف، هاد الزبده هادي انا راه كتحمقني. هاد مقدور ملي كنا صغار كتقدر لنا ماما بها حلوه ديال التمر، دائما كتصيفطني للحانوت كتقول لي جيبي لي مقدور، وكنقرا كنلب على ديك مقدور حتى نجيبها. مقدور هي الواعره بالنسبه لي في مارغارين، زوينه بزاف. غزاله غزاله غزاله. المهم بعض المرات كناخذ هاد البروموسيون، اللي لقيتها بروموسيون كناخذها، ولكن ملي لقيت هادي بروموسيون فرحت. هادي 17 درهم، 3 و 17 درهم. هذه القرعه اللي حديناها صربناها، خدينا البيدون للدراري وهاد القرعه صربناها تما. هذه البنات عجبتني، كانت رخيصه، وراني غادي نمشي نشوف واش غدا نجربها ان شاء الله. اسمحوا لي غنجربها غدا ونقول لكم واش زوينه ولا لا. خديتها بغيت نصاوب سميتو، نصاوب هذوك لي زيمان سي على كريم وشامبيون، وبغيت نديرهم ندير فيهم لاكريم، وكيس هذه رخيصه، هذه 8 درهم. المهم بالنسبه للكريمه هكايا يعني كتبقى مده طويله بهذا الثمن فهي رخيصه. 8 درهم خديت جوج ولا مع ثلاثه ما كتعقل. هاد الطون هذا البنات خديت منه ثلاثه، وهذا راه زوينه البنات، واخا كتشوفوا مارجان ماركه مارجان ما تحقروش. داك النهاريات خديته بقى كيقول لي راجلي لا ما تاخديش، لا رخيص غيكون خايب غيكون هذا. هزيت وحده بلا ما يشوفني وجبتو للدار جربتو، زوين مهبر من الداخل. فيه داك الطون اونتي وشاد راسو يعني فيه ما يتنكرش. هذا ب 12 درهم، هذا زوين وارخصهم هو هذا. ممكن تاخدو داك الدايرين الصغارين وقيلا دايرين ثلاثة ب 20 درهم، ولكن هذا فيه ما يتنكر، الاخر كيكون شوية مفرسس. هذا زوين تاخدي، تقدري تقسميه على جوج لما زعما بقيتي ديريها كاملة أو جاتك غالية كاملة ب 12 درهم وكنتي غديري غير واحد شويه في الشلاطه، قسمي النص النص. خليه بالزيت ديالو وديري شي بواطه سدي عليه مزيان وبقى مغطي بالزيت، والنص الاخر استخدميه يعني ما غاديش تضيعي. ها القفه الاولى ساليناها، نشوفوا القفه الثانيه شنو فيها. هادي ب 5 درهم وشي حاجه، فهي زوينه هاد المايزينا، خديت منها جوج. تنقلبوا على الثانيه فين هي. هادو البنات خديت اتاي، خديت الشهر كامل اتاي، خديت هادو وخديت وحدين اخرين. هذا اللي موالفه كنستعمل دائما، هذا خديته ب 19 درهم الاتقان، فانا كنستعمل الاتقان كيعجبني بزاف. وخديت تنوريكم الاخر نقلبوا عليه، خديت جبلي فوحده راه حليتها وحده هي هذه. هادو خديتهم لان بروموسيون رخيص وباقي فيه الوقت، ما يتقاد حتى لاخر ديال شهر 11 يعني انا ما تاكل. وانا كيعجبني جبلي الصباح كنديرو مع لي توست، عارفين مع ريجيم كندير شويه معلقه مع توستا صافي، هذاكشي باش كنفطر اما بالحليب ريجيم او كاس داتاي او البطون او بعض المرات سميتو قهوه. المهم كل مره واشنو. هذا خديته ب 19 درهم، كيف قلت لكم خديت جوج، فهذا يصلح للحلوه يصلح بزاف د الحوايج ورخيص البنات. 19 درهم راه رخيص، ارخصهم دابا. وجبت لي عاد الجديد، خديت هذه البنات، هذه ما بقيت عاقله. المهم ما فايتهاش 40 درهم، وقت شي 30 درهم. المهم ما فايتهاش 40 درهم، حسبتها لقيتها اقل من درهم الحبه، داكشي علاش بقيت عاقله على الثمن. فيها 40 وحده وراه زوينه بزاف، راه عارفين نتوما لاباشكاريه لالاهم. كاينين تمايا دي بروموسيون اخرين او بلون، وفي الاخر اسمها خيرات، وفي ديك الاطفال كلهم دايرين فيهم بروموسيون، ولكن الاطفال ما ننصحكمش بها. خديت هذاك المره عند رخصو طاح نصو، ما فيها تبنى تبنى ما فيها، بحال كتاكلي غير ماشي تاع كنية الزبدة، فيها واحد ما فيها لا بنة لا والو، غير هكا كتايطاليها ما فيها تبنى. انا صراحة ما عجبتني، حاولت اللي كيديها غير في الحلاوي
كنصب هاد التشيز كيك الامينه وداك التخبيق كنفكها، ما زعما باش كليناها ما عجباتهمش. هادي البنات خديت جوج، هادي بروموسيون دايره 15 درهم، لا ماشي 15 درهم كريمة متكدبيش، واقيلا شي 13، ما وصلش 15 درهم. ولا حسبت لقيت وحده عاطينها لك فابور، كتخلصي هاد الجوج كتخدي هاد فابور، راكم عارفين هادي ب 6 درهم ولا 7 درهم، وهادي فابور. هادي فيها سميد هداك السكسو رقيق، وهذا السكسو مورانيا، هاد السكسو رقيق بحال هكا بغيتي تا هو كيجي زوين السكسو، غير هذا كيف وريتكم السكسو ديالي فكنغسلو بالماء، وهذا كترشيه غير بالماء مكتغسليش، غسلتيه كيتعجن. صافي هادو هاهما كيف كتشوفو هاهما جوج، هادو كيف قلتلكم مقيناش 13 درهم، باقي ساعة كلا، سمحو ليا راه بزاف الورقة. المهم أغلبية عاقلة عليهم، الأغلبية معاقلة. هادو خديت منهم ثلاثة، هادي هي البنات غزالة بروموسيون زوينة، هادو جوج ب 11 درهم، شتوهم؟ ورقة 350 غرام، جوج ب 11 درهم، خديت منهم ثلاثة، ها وحدة، وحدة باقا في القفة دابا نجبدها، وهادي حليتها باش درت سباغيتي للدراري، درت وحدة وبقات هادي. كيف كتشوفوا هاد سوليس انا كتعجبني في لي بات، كتعجبني في الحريره، هي زوينه بزاف ولذيذه بنينه بزاف، ننصحكم انكم تاخذوها، ماشي دائما ديروا مطاش الحق نبدلو ناخذوا حاجه اخرى، هذه زوينه بزاف ورخيصه 11 درهم، رخيصه راه سي شحال كدير في سباغيتي، درت غير نص ديالها تبارك الله خرجت ليا بلعه ديال الصوص. دابا تشوفوا في الفيديو هادي البنات خديت هادي دابا نوريكم لكم مطيشه مازال تحت، وهادي البنات خديت ديتول، فانتوما عارفين هادي كدير 30 درهم، دابا عطيني بجوج ب 30 درهم، 29 درهم. كيف كتشوفوا وحده كتاخديها وحده فابور مكتوبه هذا ديتول، انا صراحه ملي كيدخل البرد ما كناخذوش دائما لان راكم عارفين هو غالي، ايوا والله حتى اللعبه كل واحد كيتمشى على قد الجهد ديالو، المهم انا كيجيني غالي، ولكن ملي كيدخل البرد على الاقل ملي كيبدا كيتخطر المرض في الدار وكيمرض شي واحد فينا فكناخذ ديتور، كنقول اللهم شويه ديال الفلوس ولا نصدقوا في حاجه ما اكثر، صافي كنبقاو اللي دخل يغسل به يديه، واللي يخرج من الطواليط يغسل يدو، اللي يدخل الطواليط يغسل يدو، اللي قاص شي حاجه يغسل يدو، اللي داخل من الزنقه يغسل يدو، باش على الاقل ما المهم نقصوا غير شويه من داك الاعراض ديال الفيروسات اللي دابا عمرو الدنيا، راكم عارفين الله يحسن الجوان الدنيا عمرات بالمرض. هادو البنات لي بات، وحده راه حليتها خدمت بيها، وهادو اربعه هاهما كتشوفو، هاد مونتيريكال ماركة زينة، انا هي اللي كناخد عرفتو شي 15 عام، هي اللي كناخد كتعجبني وكتجيني في المتناول، كديرها وقيلا شي 11 درهم، دابا خديتها ب 8 درهم رخيصة وزوينه ما كتعجن لا والو، عرفتي شوفوا الفيديو شوفوا كيفاش حضرت لي باك للدراري ما تلصقوا ما حتى حاجه، وكطيب وكتبقى شاده راسها زوينه بزاف، انا هذه كتعجبني صراحه، هذه عندهم زوينه، هذه كيقول لكم 8 درهم، خديت خمسه وحده حليتها وهادو خدمت ليهم. هذا البنات ناقصين فيه ب 12 درهم، انا صراحه كناخذ ماركات اخرين وليني كندور كندور ونرجع لمسيو بروب، مسيو بروب ما كاينش ما احسن منه، الريحه ديالو مجهده وكيكون زوين. خديت هادي 19 درهم، هذا جيلاتين كاتبين عليه من اصل بقري، انا صراحه ما كنتش كناخذ هادي، كناخذ الغبره ديك اكرا ديال الحوت العظمه ديال الحوت، هذيك اللي كنت كناخذ الا ما كانتش رخيصه في المغرب كيجيبوها لي من برا، كنوصي عليها وكيجيبوها لي من برا، مع عمري ما ماشي مع عمري، ولكن في الاول كنت كندير جيلاتين ملي سمعت انها تقدر تكون ديال خنزير ولا شي حاجه فما بقيتش كندخلها للدار نهائيا، الا هذيك ادره هي اللي كنت كندخل، ولا غالبا كنخدم بلي فلون وكنخدم ديك فواخاده وما كنديرش جيلاتين، فدابا مشيت لقيت الجيلاتين لقيت من اصل بقري وكتبين عليه حلال كيف كتشوفوا، وانا ناخذ هذه 19 درهم في 10 الوراق،
اللهم رانا خرجنا خاسر بقينا دايرين 25 ريال الوحده، وليني اللهم نحط جوج دراهم في الوحده ونكون ضامنا انهم حلال، ولا ناخذ شي حاجه ونصدقوا في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك الله يسمح لنا. صافي راه حنا بزاف د الحوايج ما كنعرفوش شنو بالناس مكونين ولا الناس مصوبين. الله يسمح لينا. هذا البنات الرز لقيته رخيص، كندير وقيلا دير 12 درهم ولا مع 14 درهم ما عقلتش، المهم هذا راه داير 17 درهم راكم عارفين الثمن ديالو. دابا خديتو ناقص بشي 3 دراهم ولا 4 دراهم صافي، دايرين فيه بروموسيون ودايرينها في الرز كامل يعني في لي مارك كاملين داك ديال السيكالا يعني داك المكور داك لاخر. هادي انا كل مره كنجيب لكم حاجه من قنت. هادي البنات خديت هاد الفومار اول مره انا ناخذها الصراحه، غير حنتي دابا مع البرد كيبقى لابو ديالي كتفضرني ما كنقدرش نابيلي براون كيبقى يحرقني الرجلين ديالي كيبقى يحرقوني، فقلت ندير هادي نجربها. البنات الا كتعرفوا على شي معلومات ولا مجربينها ولا شي حاجه قولوا لي، عطيني نصائح. المهم انا هذه اول مره غادي ناخذها، كناخذ بيت كناخذها في دوك يعني ديال الشمع، اما هذه اول مره هذه البوماد هذه اول مره كناخذها. هذه البنات 15 درهم فيها ثلاثة وزوينة هاد ميدو ماركة مزيانة معروفة راكم كتعرفو، هادو درجة جوج على حساب ديالي ماشي على حسابي، هادشي ديال الدفارة ماشي على حسابي أنا حساب راجلي، أنا كناخد غير حاجة معقولة، سارة لا شوش لا. هذا أتاي البنات دير شي كدو 30 درهم وقال شي 32 درهم، المهم عطيني كتجوج فابور كتاخدي هادو كيعطيك جوج صغار فابور. وراكم عارفين سلطان راه ماركة يعني غنية عن التعريف، كيف قلت لكم أن سلطان ماركة غنية عن التعريف يعني ما كتحتاجش نسكروها، سلطان زوينة. خديت هادو كيف قلت لكم كتاخدو هاد الجوج وكيعطيكم هاد الجوج فابور. هادي ديال الشمع خديت هاد الماركة هاد المرة، ما خديتش بيت، خديت مادونا ديال شوكولا نجربها، هادو كنحتاجهم للوجه ديالي راكم عارفين لي سال سال. صافي هادي غادي نحتاجها، هادي خديتها ب مقولتش لكم الثمن ديال هادي، هادي خديتها ب 29 درهم راه بروموسيون 27 درهم عفوا راه بروموسيون دايرينها بروموسيون كدير 35 درهم، وهادي خديتها ب 19 درهم حتى هي بروموسيون. هنايا هادو كنوريكم هادو راه حديت وحدين حليت جوج، وحده درت منها درتها في الفرماج فسميتو، وحده حكيتها وخشيتها في البواطه ودرتها في الفريكو، وهاد الجوج غيبقاو هكا في الثلاجه يعني كيجربوا والو كيبقاو واحد 15 يوم ما كتجربي حتى شي حاجه فاش كتحتاجي كتحليهم. هادو خديتهم ب 10 دراهم البنات، ها هي مكتوب عليهم هنا كاين 10 دراهم كاين 11 درهم وليني اغلبيه 10 دراهم. هادو خديت منهم 4 كافييني الشهر كامل لان عندي الموزاريلا في الفريكو فكافييني، اصلا ما كنديرش الفرماج بزاف انا يعني ماشي المهم كيعجبني وليني ما كنديروش بزاف. هادو الملحه خديتها ب 4 دراهم خديت جوج، ها هي هادي ستابي اللي كناخد ها هي خديتها عرفتش علاش خديت جوج، مالك كناخد غير وحده ملي تقادات عليا الملحه قبيله ما بقيتش فين نجيبو ليا الملحه، حنا عندنا الحوانت هنايا السبت والحد كياخدو كونجي اي ما كنبقى انا حاصله ما بقيتش فين ناخد ناخد الملحه. صافي بقاو مشاو خدم راجلي الطوموبيل باش قلب ليا على الملحه صافي، وانا نقول نمشي نشري جوج. هادي مابقيت عقلها الثمن وليني قال لي راجلي ما وصلش 20 درهم، وزوينه هادي راه فيها تقريبا اكثر من 6 كيلو فيها 830 غرام
واخا انا كنفضل انني ندير كونفيتور في الدار، غير راجلي قال لي المشماش ما كاينش عندنا المشماش وبغى ديال المشماش. هذا البنات ب 14 درهم وهذه ملايا راه غزاله هربل، يعني ملايا اعشاب زوينه بزاف. هاد لامارك في اي حاجه غزاله، انا مجرباها. هادو داير 14 درهم وكان داير كثر، هذا لقيتها شي 15 شي 17. هادي اللي قلت لكم ها هي وحده اخرى لقيتها في الثالثه، مازال ثالثة الثالثة، هذا هو ثاني الثالث مازال ثالث. هذه مطيشه اللي قلت لكم وحده اخرى عاوتاني ديال 16. وشريت بلاتي نوريكم واحد الحاجه اخرى شريتها، هذه البنات 18 درهم هذا الكاتلي، رخيصه عندهم وجديده غزاله البنات. ما عاودتش لكم حنا حليناها كلنا منها زوينه بزاف. هذيك اللي قلت لكم 18 درهم الكيلو زوينه، المهم الواحد مره مره يدير شويه الخشونه، بس تقدري تاخدي غير نص كيلو المهم ذوقي منها، راكم عارفين الكافيين كتكون جديده. ولا بغيتي ديري باش شي وصفه خدي غير حبه وحده غادي تقام عليك شي 5 دراهم ولا، فرخيصه عندهم هما في مرجان ماشي بحال في بلايص اخرين. اذا هادو هما المشتريات اللي شديت، باقي لي باقا شي حاجه اخرى بلاتي البنات نشوف لا كون نسيتي حاجه. صافي الطون لقيتو تما، صافي هادشي اللي شريت. نسيت هادي، فنسيت ما قلت لكم شي البنات، كلشي هادشي على حسابي، داك التقوسات على حساب راجلي والدسر على حساب راجلي. علاش الدسر على حساب راجلي؟ انا البنات كنشري الدسر وتنقول لهم كل يعني كل نهار نشريو مثلا نوع ديال الفاكهه، هما تيبغيو كلشي الانواع فوق الطبله، يعني ياكلوا التفاح، ياكلوا الليمون، ياكلوا البنان، ياكلوا الكاكي، ياكلوا بزاف ديال الحوايج. وانا البيدجي ديالي يلا على قد الحال، وما يمكنش انا نوفر هادشي كامل، فقررت انه هو يتكلف بالدسر، انا نتكلف بداكشي الاخر هو يتكلف بالدسر. صافي شرا هادي، راه خويت منها خشيتو في الثلاجه، واللي غنستعملوه يبقى فوق فوق هادي الطابله، وداكشي الاخر خشيتو في الثلاجه. هذه دايره 30 درهم في 2 كيلو ونص، وليني نعاود لكم على الحلاوه ديالو، غزاله البنات، حلو 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 كيحمق، احسن من اللي كتشري من بلاصه اخرى. هذا ديال الدومين، هذا داك المندرين ديال زمان، والله الا تزيد غزال. فهذا كي قلت لكم 23 درهم وقيله، المهم 30 درهم 23 درهم. صافي شنو شويه البنان واش هذاك الشيء مهم الدسر شغلو هذاك. انا غير وريتكم الحويجات اللي فيهم بروموسيون، فهذه فيها بروموسيون ب 2 كيلو ونص، وهذه اكثر من 2 كيلو ونص، راه عبرناها قيمه اكثر من 2 كيلو ونص. وعاد ما كيعبروش هذا، كيعبروا كينقصوا الوزن ديال الصندوق وكيعبروها لك. المهم بلاش اكثر من 2 كيلو، شي 2 كيلو 600 ولا. وهذه الكاكي هذه كيف قلت لكم 18 درهم. وكاينين دي بروموسيون اخرين، كاين البعويد فيه ثمن ناقص، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم نتمنى انكم تمشيو تضربوا دوره، راه مازال ما غيتلاتها 16 في الشهر ان شاء الله، يعني 16 نوفمبر عاد تتسالى البروموسيون. سيو ضربوا دوره، انا خديت داكشي اللي لازمني للدار. كاينين حوايج اخرين فيهم بروموسيون بزاف، راه مازال كامل بروموسيون في مدرسة تلقاي البروموسيون، سيرتو في الحوايج في المواعن في كلشي كاين البروموسيون. غير انا خديت داكشي اللي محتاجه، يعني ما كنبغيش ناخذ، يعني كتبان لي واحد الحاجه همزه كنقول انا محتاجها غناخذها، ولاني ما نفوتش نفكر انني راه غنحتاجها فعلا، ماشي غنمشي نحطها في البلاكار وصافي نساها، غادي نحتاجها. وهذا الشيء اللي كتشوفوا راه غادي يتقنن، يعني ما غاديش نصرفو كامل ولا غنستعملو كامل في السيمانه ونقول باي باي، غادي يدي لي شهر كامل، يعني نحاول انني نخرج منه كل مره نخرج حتى يدي لي. الزبده راكم عارفين كنديرو حليوات الدراري، الحليب راه الحليب اللي كيدي اسبوع ديالو، هذاك عنده اسبوع، اربعه كيديو لي اسبوع، كل واحد في الدراري كيشرب نص لتر في النهار، يعني ما الحليب ماشي مشكل. تبقي ما تخافوش غادي يدي ان شاء الله، غادي يدي الشهر كامل. ايوا البنات نتمنى ان الفيديو اليوم يعجبكم ويرقكم وتستمتعوا معايا وتعجبكم، واخا شويه كنفاعل كنبقى كنهضر بزاف ياك، غير سمحوا لي البنات هذه هي طريقتي فقبلوا عليا.
نتمنى البنات ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم والقناه تعجبكم، واللي مازال ما اشتركتش البنات اشترك معايا وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. انا نحاول ندير مجهودي باش نرضيكم باش نكون عند حسن الظن، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد بلوج جديد روتين جديد، ومع الف الف سلامه.